السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم وليد أبو العينين من قناة مختصون في التبريد المنزلي. الغسالة الفوق أوتوماتيك، الغسالة التحميل العلوي، الغسالة يعني بالعلم كده قالوا عليها توب لود. الغسالة ديت اول ما نزلت في قلب العالم العربي قالوا عنها نص اوتوماتيك معدلة، قالوا عنها كلام كتير، قالوا عنها كلام كتير، في اللي قال فاشلة، في اللي قال مش هتنفع، في اللي قال في العلم اتقدم لحد ما بقت هي الغسالة رقم واحد على مستوى العالم كله، بل في منها انواع معينة تعد الدنيا بما فيها من العلم والخبرة والشغل والكواليتي العالي جدا، ومنها شركات انا بحترمها جدا، شركة LG العالمية. شركة LG بالنسبة لي ايكونة من العلم، بتابعها دايما في كل تحديثات وكل كلام هم بيقولوه. التحديثات بتاعتها قوية جدا جدا جدا، بحبها، بحب اتابعها، بحب كل الحاجات اللي بتنزلها. اللي جي بالنسبة لي هي عالم تاني في التكنولوجيا، واللي ما يتابعش اللي جي في التكنولوجيا يبقى لا يبقى اي شيء في التكنولوجيا. عشان ما نهربش الموضوع بتاعنا ونخش في حاجات تانية، غسالة فوق اوتوماتيك، كيف تحدد الوزن الخاص بالملابس؟ الغسالة فوق اوتوماتيك، كيف تحدد الوزن الخاص بالملابس؟ والغسالة الشارب اللي كنا اتكلمنا عنها، ازاي فيها سخن وسائع وفيهاش مفتاح يتحكم في السخن. يبقى انا دلوقتي داخل معاكم على خطتين، الغسالة فوق اوتوماتيك ازاي بتحدد الوزن بتاعها، والغسالة الشارب كيو بي او كيو 102 ازاي فيها حنفيتين سخن وسائع، وازاي انا هقدر ان انا احدد فيها السخن مع ان ما فيهاش مفتاح اني اتحكم فيه في السخن. يعني مثلا عندي غسالة LG، عندي مفتاح هنا بارد وساخن، اللي انا اتحكم فيه بارد وساخن، انا اقدر اتك عليه اجيبها بارد اجيبها ساخن، ابدا احدد مستوى الميه كل حاجه. دي غسالة LG يا جماعه. ابدا احدد مستوى الميه او بارد او ساخن، او اخلي نورمال عادي مفيش اي مشكله، واشتغل عليها. طبعا انا جايب لكم اللوحه ديت عشان انا ما عنديش الشارب دلوقتي متوفره عندي، ولكن عشان ما نطولش على بعض في الموضوع، الميه السخنه بتخش زي الغساله الشارب. احنا لو بصينا هنلاقي في مصدرين من الميه، مصدر سائع ومصدر سخن. المصدر الاساسي للغساله دايركت هو المصدر السائع، اما المصدر السخن ده غير اساسي، ده مصدر فرعي، سواء موجود مش موجود الغسالة ولا هتأثر بأي شيء. يبقى عرفنا اللي هو ليس مصدر أساسي. إذا المية السخنة لما هتاجي وتكون مقفولة مش واقف عليها الغسالة في البرمجة بتاعتها 100%. إذا برمجة الغسالة أصلا مصممة على المية الساقعة، فالمية السخنة لو موجودة تدي إشارة فتحت فيها حالات الجنس، الجنس إدى للصمام الساخن والسائع، ده بالساخن ملقاش في ميه، السائع شغال وخدت الميه بتاعتها عادي وكده. اصلا في اي غسالات بيكون مصمم عليها غساله سخن وسائع، السخن ما بيفتحش على طول، بيفتح شويه ويقفل شويه عشان خاطر يحافظ على نسبه الميه السخنه، ما تبوظش حاجه في درج الصابون في الاشياء ديت، لان عشان لازم يكون في حاجه اسمها معالجه 100%. اذا الميه السخنه غير أساسية داخل غسالة الشارب كيو 102. خلاص عشان نكون منتهيين من موضوع هي ليه الغسالة فيها حنفية سائع وحنفية سخن، مع ان ما نهضش اتحكم في المية السخنة في قلب الغسالة. الغسالة بتاخد المية السخنة بتاعتها اوتوماتيك حسب البرنامج الخاص بالغسالة، وهو ليس أساسي داخل الغسالة بل هو فرعي. اذا كان موجود موجود، مش موجود مش موجود، يعني لو انا مش عاوزه خلاص مش هركبه، مش هيأثر اي تأثير خالص في الغسالة. خلاص
نرجع بقى في موضوع الوزن. الغسالة بتحدد الوزن بتاع الملابس ازاي؟ انا جيت حطيت في الغسالة بتاعتي لو يكن 3 كيلو ملابس من غير موزن، هم 3 كيلو ملابس حطيتهم، الغسالة برمجت تم 3 كيلو ازاي؟ يعني هي فيها ميزان؟ في بعض الناس قالوا الغسالة فيها ميزان بتوزن. هل الغسالة برمجت الثلاثة كيلو ملابس دمت؟ طب برمجتهم ازاي؟ ميزان؟ طبعا لا. زي في حاجة اسمها الفولوميتر، ده جهاز دلوقتي موجود في معظم التكنولوجيا الموجودة حاليا سواء غسالات، موجود بصورة كبيرة جدا دلوقتي، منتشرة داخل غسالات الفول اوتوماتيك وغسالات الاطباق. الفولوميتر ده تدخل عليه المية عن طريق اللفات، يبدأ يبرمج عنها عدد اللترات المياه اللي دخلت داخل الغسالة. يعني هو بيلف زي الساقية، عدى المية، هو في قطعة من هنا وبيقابلها قطعة تانية، هو لف عدى، كل لفة من ديت بتبرمجها لإشارات معينة، الكارتة بتبرمجها لرتلات معينة مصمم عليها. إذا ميزان الغسالة بتبرمج على إيه داخل الغسالة؟ بتبرمج اللي هو مثلا أنا عندي هنا ميزان داخل الغسالة أوزن، هنا في حاجة بتحس بالميزان، طبعا البروسيسور ده مصمم على كل شيء اللي هو يحس بكل شيء. البرمجة بتاع الغسالة بتاع الميزان بتبرمج لإما بالأمبير لإما بالتاكو، والاتنين مشتركين مع بعض. في بعض الموديلات ما فيهاش تاكو فيها امبير، في بعض الموديلات فيها تاكو والامبير. الامبير ده يا جماعه اللي هو الحمل اللي بذره الموتور عشان يلف يمين ويلف شمال، فادى ميزان معين، حمله معين قبل ما يخشوا الميه، فالامبير ده متبرمج داخل الكارتة على وزن معين. يعني متبرمج داخل الكارتة لو انا عندي مثلا 5 من 10 امبير هتدي لي كذا، 5.1 امبير هتدي لي كذا، متبرمج عندها الميزان على الحمل. اذا عرفت ازاي الغسالة الشارب كيو 102 بتاخد مية سخنة، والمية السخنة اللي غير اساسية داخل الغسالة، يعني ممكن اشيل السرايط بتاعه واشيل كل حاجتها وارميها في الزبالة، اوبشن زيادة بمعنى اصح، ملوش اي لازمة، لو احتجناه ما احتجناهوش خلاص مفيش لازمة. مع البرنامج هي كده كده بتفتح الصمام التاني ياخد مية، فيه موجود ولا مش موجود خلاص ملوش اي لازم. طب الميزان، حددنا الميزان الخاص بالغسالة عن طريق التاكو او طريق الامبير الخاص بالحمل اللي شاله الموتور بتاع الغسالة. يبقى احنا طلعنا من قلب الموقف بتاعنا، الغسالة الفول اوتوماتيك، بتحمل الوزن بتاعها عن طريق الحمل اللي شالته الغسالة، عن طريق الامبير، الامبير ده بيتبرمج عندها لميزان معين، وطريقة التاكو بيحدد السرعة الخاصة بالموتور سواء كانت هتبقى سرعة ضعيفة او سرعة زيادة، بيبرمج بعضك اشارات وبيطلعها ده الكارتة فوق، بيبقى كده اتفقنا مع بعضنا على حاجات معينة. الغسالة ازاي بتحمل تحدد وزنها. دي كانت تحياتي لكم، فيديو بسيط تحياتي لكم جميعا. كان معاكم ولد ابو العنين من قناة مختصون في التبريد المنزلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.